ده حضرتك كنت قاعده في مصر نوت على بعد الاف الاميال من امريكا ولا من الجهات ديت، عرفت المعلومات ديت يعني عرفتيها يعني ايه مثلا؟ هم مسربينها حضرتك قريتيها في حته؟ هم لو هم مسربينها طب مسربينها ليه يعني؟ علشان خاطر يعني، ما هو يعني لو المعلومات دي مسربه طب مسربه ليه؟ هل هي مسربه النهارده؟ طب انا النهارده كده معنى الكلام، واحنا بنقول الكلام ده كده للمصريين الناس اللي سامعيننا بنقول لهم خلاص وحد الله بقى ما فيش الا ايه. لا خلاص لا لا لا. ما هو استنيني بس يا دكتوره، انت مش واخده بالك اللي انت بتقوليه. معنى كده بقول لهم خلاص بقى، انت خلاص هتفكر ما تفكرش هتحط دماغك على المخده تستخبى تحت السرير جايبينك. دي مساله يعني ايه يعني يعني مقلقة جدا يعني. تمام، ايه اللي ما هي الاثباتات عن هذا الكلام؟ نمرة اتنين، طب ونعمل ايه؟ طيب هقول لحضرتك خلاص يعني خلاص، ما اذا كان كده بقى خلاص احنا نروح للامريكان خلاص يعني نقول لهم يعني احنا هقول لحضرتك انتوا عمامنا وعلى دماغنا من فوق، وهنعمل مشاكل مع الناس دي ليه؟ لا. اذا كان اللي انا بقى قاعد بفكر عارف اللي في دماغي ايه، ممكن يصلي ايه خليني نعمل اي مصيبه سودة، ما بيصورني سلاسل ابعاد وانا في اي حته، ده احنا طب نروح فين؟ هقول لحضرتك حاجه. لما كنا بنتكلم مثلا في برنامج السيطره، انا عايز اقول ان كل التقنيات دي اقصى حد، حتى التقنيات السيطره وتقنيات التدخل مع العقول، اقصى حد سجل ليها هو 80% من السيطره. لكن علم الفرد يعني لو الشخص عالم بالامر يقدر يقومها بالعكس بنسبه 80%، او يبقى مدرك ان هذا سيطرة داخلية او ايحاء داخلي او ان هو مستهدف يعني. طب انا هقول لك على حاجة، واكيد ناس دلوقتي عارفة، انا في ناس بتدخل لي مثلا على الصفحة، الناس دي شغالة في حاجات مهمة جدا وعندهم افكار كويسة جدا، لكن افاجئ الناس دي معظمهم بيحصل لهم هجمات عليهم، بيحصل لهم حاجات هم مش مدركين حقيقتها، يعني مثلا يبصوا لها مرة واحدة زي ما يكون حد ماشي وراهم، حد كذا. كتير من الناس دي بتفتكر ان هم مثلا ايه في استهداف روحاني او اصاب روحانيين او كده. الكلام ده مبقاش حقيقي على فكره، هم بيلعبوا بالحكايه دي من فتره، يعني بيستهدفوا ناس اللي هي مثلا بتشتغل صح او بتفكر صح او دخلت على مناطق محظوره، ها، ان هم يعملهم ايحاءات بحيث الشخص يفتكر انه تعبان روحانيا، بحيث مره واحده حد ماشي وراه، بحيث ان مثلا في حاجه لسعته وما فيش حاجه، والكلام ده مبقاش وهم على فكره، غير بقى الاصابات الروحانيه المعروفه، بس انا بتكلم عن الناس السليمه. الكلام ده بيتعمل بالاستهداف والاقمار الصناعيه وبقى شغل. طيب انت جديد. طب خليني يبقى سؤالي هنا المنطقي وسؤال اي حد من اللي قاعد بيتفرج دلوقتي. طب انت عماله وانت كده طول يعني عماله تكلمي كده، طب انت عملوا ايه معاكي؟ انا عايز اقول لك هل نقدر نعتبر انك انت مستهدفه؟ طب انا استهدفت كتير قوي. طب ازاي ايه احكي لي؟ بس زي ما تقول حضرتك، انا بالفتره طبعا في خبرات كتير اتكونت على الواحد، وانت ازاي ان انت تحمي نفسك وزي يعني قولي لي واقعه وتضرب لي كمبيوترات وبتقعد تبص تلاقي مثلا نفسك بتشتغل، بعدين مره واحده لك تاخد لك تسحب لك الكمبيوتر بتاعك خالص. تسحبه يعني ايه؟ مش فاهم يعني. يعني تقوم داخله لك على الاي بي بتاعك ويقوم واخد لك مش عارفه ايه وكذا. ما فيش تقوليش مش عارفه ايه ولا كذا ديت، احنا ما في حاجات كتير بس لا احكي لي. ما هو لازم يبقى في واقعه دلوقتي، احنا بنتكلم بس عشان خاطر يا دكتوره. بص هقول لحضرتك حاجه، اولا انا مش في موقف دفاع النفس، ثانيا انا مش بدافع على الناس، انا بتكلم كلام متخصص والكلام ده موجود والكلام ده مثبت، انا مش بتكلم يا دكتوره ما تتكلم لا اصل دايما انا بتكلم يا دكتور، انا يا دكتوره بتكلم بلسان، ان خلينا بتكلم بالمنطق، انا بتكلم ماشي معاكي واحده عشان كده انا بقول لا ما هو انا النهارده انت بتقولي لي انت في ناس ممكن يكونوا بيشتغلوا اماكن معينه مش عارف ايه بيحسوا بحالات المؤكد ان انت واحده، انا عماله تحاري في حالات عماله كده خدت بالك، المؤكد انك انت اكتر الناس ممكن تكون تعرض لهذا. يعني ده السؤال اللي هيجي على دماغ اي حد بيتفرج علينا. طبعا في يعني في حاجات كتير فانا حاجات. انا ممكن تحكي حكايه ولا سر يعني، اذا كانت سر خلاص انا عايز اقول على حاجه، انا ليه انا مش بشكك في كلامك، انما انا لازم اوضح ده يا دكتوره، انا مش احنا انا في الاول وفي الاخر هذا المكان ليس مكان تيئيس. ايوه ولا مكان ولا نعرف التيئيس ولا اعرف الياس ولا وامريكا دي معاهم العفاريت بتوع الدنيا دي كلها، احساس انا ويقيني انا وحاجات انا لا يعني كل حاجه يعني باذن الله طبعا كل الكلام ده انما نقدر يعني نقدر نقاوم ده، لان في الاول وفي الاخر ما فيش حد مهما وصل من العلم هيجبر على خلق الله والبشر، يعني ربنا بحكمته ان حتى لو حد وصل للعلم ينعمل ده، انا بقربنا احنا الى الله او بايماننا بالله وبايماننا بقراءتنا ده نستطيع ان ننتصر على هذا الشر، لان ده شر. فده اللي انا عايز اقوله، انما لما نترك الامور كده يبقى انا وحدي، انا يبقى انا كان انا ماسك حاله وبكسر الدنيا، لازم نوضح ده
ما تزهقيش من الكلام اللي بقوله. لا انا عايز اوضح حاجه، وانا دلوقتي انا شخصيا لا ما هنديني بس فرصه عشان خاطر انا سايبك من بقى لنا ساعتين تتكلمي بس انا عند حته معينه لازم اتكلم. انا شخصيا مقتنع بكلامك 190%، انما عند حتت معينه لازم اوضح لك خطوره هذا الكلام، لو السبع على علاته كده هيعمل لنا مشكله كبيره جدا مع نفسنا، وخاصه ان كل الامور ديت من ورا الدماغ. انت حضرتك قلت في ناس يحصل له حاجه بالكلام ده كله. اظن لو في حد مستهدف هيبقى اول الناس حضرتك. يعني وانت عماله تنبشي وراهم عماله تعملي الكلام ده كله. ماذا تعرضتي؟ الى ماذا تعرضتي؟ وكيف خرجتي من هذا؟ طب ارد؟ ردي من غير ما تحكي لي حكايه وتقولي بقى انا مش مضطره. مش تقوليش انا مش مضطره. لا انا عايز اشرح ليه انا قلت كده في بدايه الكلام. لما انا ابتديت الكلام اسمعني بس طيب بهدوء، يعني هقول على حاجه هتتبسط من الرد. انا لما قلت في بدايه الكلام انا مش موقف دفاع عن نفسي، ده كان مدخل لحاجه. يعني انا دلوقتي مش برفض، يعني مش بدافع عن نفسي، انا بقول انا مش موقف دفاع عن نفسي كنت هكمل بحاجه. ان هذا الكلام يا جماعه عليه دراسات، اي متخصص يقدر اديها له بالكامل ويشوف ما تم. يعني ده مش كلام مرسل ولا كلام تهويل ولا يا جماعه الحقوا دول عندهم تقنيات دي، لا ده انت لازم تعلم بالامور دي عشان تعرف ايه اللي بيحصل وايه بيمارس عشان تقدر ان انت تقاومه. لان العلم حتى بالامر يقدر يخليك انت نفسك تفهم. في ناس فاكره ان هي مريضه روحانيا او ملبوسه او معاها جن او في حد مسيطر عليها. في منهم حالات بتبقى صح، يعني ان هو مثلا في مشكله روحانيه، لكن في حالات. انت ما تلفيش، انا سالتك سؤال دوبين عليه. انت شخصيا يجب ان تكوني واحده من المستهدفين، ولو ما عملوش كده يبقوا هم هطل. خدت بالك؟ انت دلوقتي كواحده من المستهدفين دولت وتعرضت لحاجات، قلت لك احكي لي واقع عليا سر انك تحكيها. ده سؤال بس، ده لازم تحكي دول حاجه وازاي. وانا حاسيبك عشان توقعت ميه على الترابيزه ونطلع فاصل ونرمى. طيب احنا فاضلنا تلت ساعه هتجاوبي على السؤال ده وتتكلمي بقى في اللي باقي عندنا. خدت بال حضرتك السؤال؟ يعني وفي رسائل كتير ليه على الفيسبوك الحقيقه. في هنا خالد عزمي هرجع له رسالته، وريهام صبري، وفي محمد مجدي، وفي ورهاب برضه تابع عامله حاجات. بس المهم دلوقتي تحكي لي انك انت بقى المؤكد انك انت تعرضتي لمثل هذه الحاجات، وانت حضرتك ما حضرتك بتقولي اذا كان هم 80% يستطيعوا ان يؤثروا على القوى العقليه، انما حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان اذا كان عارف وهي المعرفه ديت انا استطيع ان اقوم بنسبه اكثر من 80%. بس دي تقولي لي ازاي؟ يعني عايز اقول لهم حاجه. انا مثلا كان مجال دراستي زي ما انا قلت مثلا تاثيرات بتاعه الماجنتيك فيلد وكده، ده دخلني مثلا في النواحي البيولوجيه او النواحي الجسمانيه والتاثير الجسمي وبتاع والكلام ده، انا درسته جدا من زمان. اوكي، انا شفت الاجهزه اللي هي بتاعه زي النيروفون، وازاي ان الاشارات ديت ممكن تخترق الجسد وتشوفها تسمعها مع انها ما بتمرش بالجهاز السمعي خالص، ما بتمرش مثلا بالاعصاب السمعيه خالص، تسمعها جواك يعني، تسمعها جواك. وفي حاجات ممكن ان هي اضافه بقى للجديد اللي هو التخطيط الدماغي والتخطيط المغناطيسي للدماغ، ها ابتدى يدخل لك على مراكز محدده، فتلاقي مثلا ايه حاجه ممكن تدخل على مراكز خاصه بالذاكره، ممكن تمسح حاجات من الذاكره، ممكن تدخل على حاجات توجهك. ها، لكن عايز اقول على حاجه مهمه، ان على فكره يا جماعه الاسلوب ده اللي بيحصل هو نفس اسلوب وسوسه الشيطان وسيطره الانسان، سيطره الشيطان على مراكز المخ. ها، وسوسه الشيطان على فكره لها طبيعه طاقه مغناطيسيه، هو نفس الطريقه. يعني هو مش بيدخل كده يلعب في الدماغ. هو بيدخل عن طريق طاقه مغناطيسيه، بس بيدخل عن طريق الشاكرز وبيختار اضعف جزء ايا كان. يعني في نوع مثلا من الشياطين، يعني انا دلوقتي على فكره التقنيه هي واخده نفس اللي بيعملوا الشيطان. يعني في نوع من الشياطين مثلا، والمتخصصين في الموضوع ده هيعرفوا مثلا، يعني احنا لو اتكلمنا على انواع معينه من الشياطين زي اللي اتكلمنا عليهم في الحلقات اللي فاتت، او المرضى مثلا، المرضى عندها قدره ان هي تسيطر على مراكز المخ عند الانسان عن بعد. ها، وعندها قدره ان يبقى عن بعد ويعمل لك شلل مثلا، تسمع صوت عن بعد، تشوف حاجه عن بعد. حتى مثلا في موضوع سحرة فرعون،
في عصر نبي الله موسى سحروا أعين الناس، يعني ما تغيرتش المادة، حبالهم وعصيهم ما تغيرتش مادتها، لكن هم سحروا أعين الناس، سيطروا على مراكز الرؤية عند الناس. ها؟ إيه على فكرة احنا في حاجات احنا بنتكلم عليها على سحر بسحر او تأثير الشيطان، لكن هي اساسها علمي، لها خلفية علمية، وهي دي طريقة الوسوسة، وهي دي طريقة التداخل مع مراكز المخ. لكن انت الناس بقى اللي مش مدربة، ما هو ليه احنا الناس لازم تعرف؟ عشان لازم تراقب نفسها وتراقب تفكيرها لما يحصل ايه نعمل ايه كذا. إيه على فكرة هو متداخل مع مخك، انت برضو بتبقى متداخل مع هذا الجهاز، زي ما هو بيبعت لك انت تقدر تبعته، لكن لو انت عندك خبرة كافية ان انت تسيطر على نفسك وتسيطر على مراكز مخك وتقدر على ده. دي عايزة خبرة، يعني انا ما اقدرش اقول لحد انت مرة واحدة هتقوم، انت ممكن تقوم اصوات داخلية، ولو عرفت الكلام اللي احنا بنقوله ده، ها لو عرفت هتبقى مقاومتك اكبر، غير لما انت تكون مش عارف تلاقي وسواس جواك، وسواس قهري ممكن خليك تنتحر. ده ممكن على فكرة، على فكرة كمان الاقمار الصناعية دي في كذا ليزر ليها، يعني ممكن يلعب لك بالاضاءات اللي حولك، ها ممكن يجنن الواحد، يعني ممكن تبص تلاقي لسعه في جسمك، تفتكر ان في، تفتكر ان انت ملبوس او معك جن او معك شيطان، ها ممكن يعمل لك لسعه في جسمك، ممكن تلاقي نفسك في خلل حركي مره واحده، تلاقي ممكن يلعب لك بالاضاءه من حواليك، كل دي لها طريقه علميه. يعني في ناس مثلا مستهدفه ممكن يدمرهم تماما، ممكن يدفع حد للانتحار، لكن لو انت عارف، لو انت عارف تقدر تسيطر على الاشارات اللي داخله على مخك. انت تقدر دي حكمة ربنا. ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا وعدك بكده، وان كيد الشيطان كان ضعيفا. فزي ما قلنا على فكره الشيطان اللي هو لا يفرض سلطانه الا لو الانسان ادى السلطان، على فكره ده مش بس في الوسوسه وفي الشرور وبتاع، حتى في منظومات الشيطان. يعني لو انت بالضعف الكافي ان انت ما تسيطرش على نفسك، لو انت بالضعف الكافي ان انت ما تحافظش على طاقتك الداخليه، إيه زي ما قلنا الايمانيات مش بس ان انت تتذكر ربنا، الايمانيات بتعمل لك تحصين للطاقه بتاعتك، بتعمل لك تحصين للاوره بتاعتك او حواليك الطاقه. ليه؟ لان هو بيستهدف كمان عن طريق بصمه المخ. ها الاوره دي بتحمي من التداخل على بصمه المخ، دي الحقيقه. يعني حتى الايمانيات بتترجم لناحيه علميه، بتترجم لطاقه، بتترجم لأمور تحصينية للإنسان. لكن أنت بدون ما تعرف، يعني إحنا ليه بنفتح المواضيع دي؟ لأن الكلام اللي إحنا قلناه قبل كده إن المعرفة بتمثل في الأساس 60% من المقاومة ككل، لكن كنفسك تمثل أكثر من 80% من المقاومة.